أول حاجة السلام عليكم، تحية وتحية كبيرة لجميع الصحافة الشرفاء النزهاء، وكنعاود نحييكم. خويا المشكل اللي عندنا ديال واحد العقار سيني وانا كنناضل عليه باش كنطلب من السيد وكيل العام باش يوصل الصوت ديالي للسيد وكيل العام. ديجا بعدا استقبلني السيد وكيل العام فاش يلاه جا، كنشكرو بزاف وكنعاود نحييه على النزاهة ديالو، التعامل مع المواطن. وثانيا اخويا بعد فاش 7 سنين وانا كنجري في هذا المشكل هذا باش جبت المذكرة الجيب 7 سنين، والبعد فاش جبدنا المذكرة الجيب المشكل الخطير اللي لقينا فيها اشنو؟ لقينا البطاقة الوطنية ما كيناش في العقد، لقينا الوالد ديالي ما مسينيش في المذكرة الجيب، لقيناه ما مباصمش، لقينا النسبة الوالد ديالي دايرين ليه بالله هو اللي جاب الوراق. الوالد ديالي شبعان موت، ميت جاب الوراق، دونك راه الموت هو اللي كيجيبوا الوراق. لا يصدق واحد انسان ميت في 1981 18 و 28 12 81 جاو الاوراق. البعض فاش جاو الاوراق 60 يوم قوم مخزونين حتى بردت الروح. حنا بغينا نعرفوا، حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه، وحنا بغينا القانون يصيفطونا للجهات المختصه، يصيفطونا للفرقه الوطنيه يحيلوا لنا قضيه التحقيق. حنا ما كنطالبوش شي حاجه ماشي هي هذه، ولكن انا بغيت نعرف شكون هذا الشخص هذا، واش هذا العدول فوق من القانون؟ حيت كاين احسن من العدول راه داخلين الحبس. الحمد لله دابا راه ولات سواسيه، يعني ما بقاش عندنا ديك القضيه اللي كانت عندنا فيها القمع، وهذا من طرف هذا وهذا من طرف من هذا. حنا الحمد لله بلادنا معروفه بالحمد لله بالنزاهه، والقضاء عندنا الحمد لله نزيه. وكنطلب من السيد وكيل العام يفتح لي تحقيق. انا دابا درت طلب مقابله الاول السيد وكيل العام، درت الثاني، درت الثالث، درت الرابع، درت تذكير، حتى واحد بقى معيط عليا. علاش؟ باش نوصل السيد وكيل العام، راه من نهار فاش جيت عندك هنا واستقبلني السيد وكيل العام، والحمد لله شحال وكيل العام داز هنا وما توصلتش بهذ المذكره الجيب. حتى جا السيد وكيل العام دابا حاليا اللي كاين لدا الاسم. دابا انا اللي كنتفاجئ بعدا الحمد لله وصلت لواحد الحاجه اللي ما عمرك كنحلم بها، وصلت لمذكره الجيب. ولكن انا دابا اللي بغيت نعرف شكون اللي غيطبق هذا القانون، حيت انا كيبان لي العدول جميع الوثائق مزوره واضحه، ولكن اللي غادي يعطيني الحق ديالي فينا هو عند الله سبحانه وتعالى. كيبان لي انا حنا ما كنطالبوش شي حاجه. وحاليا دابا درت واحد الاجراء، الاجراء اللي درت ديال داك العقد المزور مشيت به، درت رئيس محكمه كنشكرو بزاف ديال المحمديه هو والسيد الوكيله، وكنعاود نحييهم بزاف على التعامل ديالهم. ويعني الحمد لله ناس بمستوى عالي، والحمد لله كيبقى فيهم المواطن وكيتعاملوا مع المواطن. البعض فاش مشيت لدار التسجيل كنقلب على العقد لقيته ما مسجلش، العقد ما مسجلش عباد الله. والبعض فاش درت دوك التواريخ في وزاره الاوقاف، التواريخ ديال الوزاره، خدينا التواريخ لقيناهم كلهم غلط. حنا بغينا نعرفوا كيفاش، واش البطاقه الوطنيه ما كايناش؟ باش عرفتوا انتم داك الشخص اللي كتقولوا جا؟ باش عرفتوا بالله هو؟ ها انتم الوثائق ولا كارت الصوره ما كاتبينش بها، دونك باش عرفتوا هو؟ دونك على حسب انا غادي نجي نقول لك انا هو فلان، وما يمكنش، راه خاصك تجيب له ما يثبت، تجيب البطاقه الوطنيه باش نعرفوك ونشوفوا الفيزاج ديالك وجهك، باش نعرفوا ديك لاكارت ناسيونال راه ديال السيد فلان. وباش عرفتوا انتم كيورد هذاك العقار؟ احنا دابا المشكل، المشكل الخطير هو خصنا نعرفوا شكون هذا الشخص اللي جاب الوراق، يعني الوالد ديالي ميت خصنا نعرفوا شكون اللي جابهم. هذا هو المشكل. ولكن كاين بعض الناس ما بغاونيش نبقى ندوي في هذا الموضوع، راه كانوا صيفطوني بعام ديال الحبس محمدي واحد الظالم، داك راه خرج من الحبس، هذاك الظالم اكبر ظالم، هذاك بزاف عليه باش يكون في القضاء، وبزاف عليه باش يكون مع الناس المسؤولين. الناس الشرفاء ما كيتعدوش على المواطن، هذاك كان النص ديال محمدي صيفط على الحبس. ومن هذا الشيء كامل انا بغيت نعرف دابا لا بطاقة الوطنية، المشكل الخطير اشنا هو؟ قال لك 4 هكتار ب 80000 ريال، 2500 مترو ب 80000 ريال، ثمنها 10 ريال المترو. هذا راه طنز، هذا طنز، ولكن العدول فوق من القانون، ما كاينش شي واحد اللي غيقدر يدوي مع العدول. العدول عنده شي تليفون هذا. حنا باقيين دابا المشكل اللي خايفين منه هو هذا، يعني واش القانون على كل شيء؟ وتا هو خصو يطبق عليه القانون، هذا راه عدول، ما بالك كون كان شي حاجة أخرى مشكلة. أنا عندي الثقة ديالي في الله سبحانه وتعالى،
وفي سيدنا الله يخلي لنا، الله يطول لنا عمره، الله يجيب ليه الشفاء، والله يخلي لنا الامير مولاي الحسن والسيد وكيل العام. انا راه معايا مالك، انا كنعرف السيد وكيل العام، راني دابا مصاوب لا فيت اخرى، مصاوب لا فيت اخرى، مصاوب في السيد وكيل العام سي حسن الداكي سي عبد النباوي وسيدنا. هادي غادي ندير رئاسه النيابه العامه، ما خديتش الحق ديالي، حيت هنا كاين شي واحد كالي على العدول. وانا دابا هذا الشيء كيجعلني انا عده طلبات باش ندخل عند السيد وكيل العام ونحكي ليه اش وقع ليا. راه المشكل الخطير انا اللي بغيت نعرف واش واحد ميت يجيب الاوراق، راه كارثه هذه. وعلى حسب الموتى واش نكتبوا عليهم، والبطاقه الوطنيه ديال الوالد ديالي مصوبه في 1979 باش مصوبه، وانتم كتقولوا كتبتوا في 81 علاش ما تكتبش بها؟ هذا هو الخطير، يعني علاش ما كتبتيش بها؟ دونك هنا كاين تزوير، كاينين الناس مسؤولين الله يرحم لهم الوالدين، شافوا الوثائق ديالك يقول لي يا شريف هذا خصو يمشي للفرقه الوطنيه، راه كلشي ملبق كلشي مزور. ولكن ما عرفتش علاش دابا الملف دابا ديالي جا هنا رقد. دابا راه عامين من نهار جا وكيل العام فاستقبلني، جبت المذكره ديال الجيب من تما، وانا كندور بحال الطرومبيه ما كاين والو. انا دابا كنطلب من سيدنا وكنعاود نطلب من سيدنا وسي حسن الداكي سيد وكيل العام سي صالح التيزاري يعطيوني الحق ديالي، راه كاين شي واحد هنا مكالي على العدول. هاد العدول هذا راه فوق من القانون، حيت حسن من العدول راه في الحبس، ولكن العدول عنده شي واحد اللي ما قد شي واحد يوصلو. هادشي اللي بان لي انا، وكنعاود نحيي الصحافه وكنعاود نحييكم وكنشكركم بزاف. عام معكم عامر دريس كيعيش في الظلم في بلاده. غادي نبقى ناضل، اما غنموت ولا نغرق في الحبس وما نتفكش على حقي، حيت قال لك البلاد والولاد ما نهبطش عليهم من الراس. حنا ضربنا عام ديال الحبس فابور لله في سبيل الله على حقي، وشنو بغاو يهبطوا لي الراس؟ راه ما نهبطش، نهبط راسي نهبطوا الله اللي خالقني. كنطلب من السيد وكيل العام وكنعاود نقول السيد وكيل العام الله يرحم الوالدين، انا عندي الثقه في هذا الراجل، هذا انسان نزيه، انسان انا دابا هاد الايامات كنت راد لي البال في المحمديه باش نوصل ليه للمحمديه، ولكن انا ما كنتش كنت مسافر وكنت بغيت نجاوب المحمديه باش نقول ليه اش واقع لي انا هنا، وانا باقي كندور هنا، انا باقي كندور وسط لا وباقي كندور وسط بعض الحيوط. كنطلب من السيد وكيل العام، كنعاود نطلب منه الله يرحم الوالدين يصيفطوني للفرقه الوطنيه، واللي عنده شي ورقه يجبدها، واللي ما عندوش يمشي للحبس. وشكرا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.